بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن الدروس المهمة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. لابد قبل البدء في أي دورة أن يكون هناك اتفاق على شروط الدورة، فنريد أن نذكر الشروط ونتفق. إن اتفقنا مشينا في الدورة، وإلا إن شاء الله تعالى كل واحد يمشي في طريقه. لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال لي والدي بلسان عربي مبين، قال: إما الموافقة والمفارقة. نعم، فالشروط الدورة هي: الشرط الأول، نريد المواظبة على الحضور، ما نريد أي عذر للغياب مهما كانت الأسباب، لأن إن شاء الله تعالى يعني بعد العصر درس، وبعد المغرب، وبعد العشاء، ثلاث دروس اليوم وثلاث دروس غدا وانتهى إن شاء الله تعالى. فما يعقل أنه ثلاث دروس وتتغيب فيها. لا نقبل أي عذر للغياب إلا عذر واحد، وهو الموت. قل فلان مات، نقوم بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه، وإن شاء الله إذا كان لدي تركة نقسمها. مفهوم؟ مؤمنون على شروطي. الشرط الثاني، التأدب بآداب طالب العلم في المجلس، منها الكتاب أثناء الدرس. الكتاب أثناء الدرس، يذكر علماء أهل السنة أن الكتابة في الدرس لابد لها من شرط وأدب. إذا أراد الطالب أن يكتب في الدرس لابد أن يعرف شرط وأدب. الشرط أنه يكتب هذا الذي سمعت من درس الشيخ، لأنه قد وهو يلقي المدرس يلقي شيء ويكون سبق لسان، بخلاف لو كان يملي عليك. صحيح؟ نعم. فيشترط أن الذي يكتب في الدرس يقول: هذا من سماعي لدرس الشيخ، لا من إملاء الشيخ. هذا الشرط. الأدب لابد لمن أراد أن يكتب في مجالس العلماء أن يستأذن، وإحنا هنا ما نأذن لأحد أن يكتب. لماذا؟ لأنه قد تذهب عليك فوائد أثناء الدرس، فماذا تصنع؟ بعد الدرس إن شاء الله تعالى تجتمعوا فيما بينكم وتكتبوا. أداب أثناء الدرس، ضعها جانبا هنا. أداب أثناء الدرس يعني ما يمكن يا إخواننا أن واحد في الدرس يأكل ويشرب ولا يطالع في الجوال ولا يرسل رسالة. صحيح؟ نعم. فأي واحد يخل بهذه الشروط، إذا أخرج الجوال نحن نسحب الجوال منه، سواء أنا أو غيري، إلا إذا كان يسجل على هذا أمر آخر. تسجيل ما في إشكال، تبغى تسجل سجل، ما عندنا إشكال. نعم. طيب يا إخواننا، جبريل عليه السلام أتى إلى مجلس من؟ مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ ظهر عليه أثر طلب العلم، جلس جلسة المتأدب المتعلم، أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعه. الجن حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. ما التفت واحد منهم أو تكلم أو كذا. أراد أن يرافق الخضر ويتعلم منه موسى عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبين للخضر أنه يعرف آداب طالب العلم، أي موسى عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لماذا يقول له هذا الكلام؟ حتى يوافق على أنه يسير معه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: جربني، أنا أعرف آداب طالب العلم. طيب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، اتفقنا أننا نحفظ في هذا الدرس شروط لا إله إلا الله، الدرس الثاني بعد المغرب شروط الصلاة، بعد العشاء إن شاء الله نقول لكم واحدة واحدة. طيب، مهم جدا. هذه الشروط: المواظبة، تحلي بأداب طالب العلم، الحفظ والمذاكرة. بعد ما ننتهي من الدرس تتعاونوا فيما بينكم
وكل واحد منكم يعني يتذاكر مع الآخر وتكتبوا بعد الدرس. طيب اتفقنا؟ أنا ما أريد يعني كلام يقال باللسان، أريد أن يصدق العمل. أسحب الجوالات. طيب